أقامت كلية التربية بالمهرة حفل تخرج 123 خريجا وخريجة من 5 تخصصات. مراسلنا محمد كلشات والتفاصيل. بخطوات نحو التنمية والبناء، احتفلت كلية التربية بالمهرة بتخريج دفعة التنمية البالغ عددها 123 خريج وخريجة من 5 أقسام بالكلية. نهني طلابنا خريجي العام الدراسي 2017 و2018. طبعا هذه الدفعة جاءت في ظروف صعبة، ظروف مرت بها البلد ولا زالت، وكادت أن تتوقف الدراسة لولا يعني وقوف السلطة المحلية معنا بتحمل الميزانية التشغيلية للكلية. اجتمعت في الحفل أكثر من فرحة وبشرى، حيث تم الإعلان عن إنشاء جامعة المهرة، بالإضافة إلى فتح كليتين جديدتين بالمهرة وتوظيف الأوائل من كل قسم. يتزامن هذا الاحتفاء وهذا التخرج مع صدور القرار الجمهوري يومنا هذا بإنشاء جامعة المهرة للعلوم والتكنولوجيا. فرحة لم تحتويها الصالة الرياضية المغلقة، بل عمت كل المهرة وكل محافظات اليمن الكبير بتخريج كوكبة من حملة البكالوريوس. الكلمات تتزاحم وتتداخل، فلا يستطيع الخريج أن ينطق كل كلمة التي أراد أن يعبر بها عن شعره وهو خريج في مرحلة البكالوريوس. أشكر كل من وقف معايا ودعمني، وأوجه رسالة لكل خريجين هذه الدفعة أن يجعلوا همهم الأول هو رضا الله سبحانه وتعالى، ثم النهضة بالأمة، وإن شاء الله نحقق ما نبغى له في ما بعد إن شاء الله في الدراسات العليا، وتكونوا أنتم قدوة لنا وللأجيال اللي ورانا إن شاء الله. الحمد لله والشكر وصلنا لذي المرحلة، وأشكر الدعم الأول اللي هو أبوي علي سعد كدة، ومن هذا المكان أحييه. أهم شيء الدراسة، وإن شاء الله عقبال الماجستير والدكتوراه. أقدم شكري ونجاحي كله إلى أمي الغالية وأبي الغالي وإلى زوجي العزيز وإلى كل صديقاتي، كل من هناني باركني وأقول لهم عقبالكم إن شاء الله. بلا شك أن هذا اليوم مميز في حياة الخريجين، بل مميز في محافظة المهرة جمعاء بإعلان جامعة المهرة. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية، المهرة.